ما شاء الله عليك يا منى، وانت يا سعيد، كيف قدرتوا تقرروا مع بعض انكم تستفيدوا من تجربتنا وتباعدوا بين الاحمال؟ يا عمتي، هذا قرار مشترك، انا ومنى قررناه لانه ظروف الحياة تغيرت. عالقليلة بقدر اساعد جوزي واشتغل في فترة المباعدة بين الاحمال، وبهيك منى بتحافظ على صحتها وبتضلها دائما متألقة. يا ريت يا سعيد لقينا حدا يوع اخواني اللي خلف كل واحد فيهم 9 ولا 10، وهيهم غرقانين في الدين، وانا خلفت اقل واحد فيهم مع اني اطول واحد فيهم. يا زعل، الشباب استفادوا من تجارب اخوانك، جيل الفيسبوك والتويتر، لا تخاف عليهم. لا عاد اصحكوا تعملوا داونلود لبوبو الا بعد 3 سنوات على الاقل، بلاش تسيبكوا فيروس وتعملوا فورماتنج لكل هالجيزة. الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة خيارات متعددة، استشيروا الطبيب لاختيار الوسيلة المناسبة.